بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، تكثف أجهزة الدولة المختلفة إجراءاتها لضبط الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار تجري وزارة الصحة والسكان حملات تفتيشية لمراجعة التزام المنشآت الغذائية بتطبيق ضوابط سلامة الغذاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين. الخطة بتاعتنا كانت بتشمل تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين أثناء فترة الأعياد. بنكثف الرقابة على المنشآت الغذائية، بنكثف الرقابة على الأسواق، بنكثف الرقابة على وسائل النقل للحوم عشان نضمن إن اللحوم اللي واصلة للمستهلك لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي. إحنا إن شاء الله الخطة طبعاً بصدد تنفيذها بقى لنا 15 يوم، وطبعاً بنمر الأماكن المستهدفة بتاعتنا، أماكن عرض اللحوم، المطاعم، الفواكه، الخضروات، وإحنا بنستهدف طبعاً إن إحنا نطمن على المنشآت نفسها، النظافة العامة بصفة عامة على كل الأماكن، الأشخاص، الأدوات.